واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى البداية هو كان هذا النشاط هذا هو من تنظيم المجتمع المدني اللي كيتكون من واحد 13 جمعية من طبيعة الحال بتنسيق مع المجلس العلمي اللي مشكور وبعض الفعاليات ديال هنا ديال سلا. المسابقة هي برنامج واحد من مجموعة ديال البرامج اللي درنا على هذا البرنامج هذا كنا خديناه على أساس هو الأم هو البرنامج الكبير اللي غيكون خلال هذا شهر رمضان. من طبيعة الحال بدينا بالإقصائيات اللي كانت حضرت لها حوالي 94 طفل وطفلة. المسابقة كانت مشتركة ما عزلناش ما بين الذكور والإناث، كانت مسابقة إن شاء الله كانت وحدة بين ذكور وإناث. من بعد تأهلوا 30 مرشح اللي تأهلوا معنا. من بعد درنا النصف النهائي هنا في هذا المصلى ومشكورين الإخوان على المجهودات ديالهم. درنا النصف النهائي كنا على المقترح على أساس أنهم يتأهلوا 10، لكن بحكم أن اللجنة ديال التحكيم اقترحوا عليا بانهم ما يضيعوا حتى واحد، كانوا الوليدات والبنيات في واحد المستوى قالوا زادوا 5، لهذا خليناهم 15. وكما كتشاهدوا اليوم هادو 15 في النهايه، هادو اليوم راهم 15 في النهايه. كنتمنوا التوفيق اللي غيدوز. كنشكروا الحاضرين المنظمين كل اللي بذل مجهود لا من بعيد ولا من قريب على اساس اننا هاد التظاهر هذه تدوز في ذاك المستوى المطلوب. هذا كيبين ان وليدات ان المسابقه على علم انها مخصصه للاطفال، وملي كتشوف هذا الشيء وهذا سميتو كتقول المغرب راه بخير الحمد لله بلد القران. هذا اللي كتشوف ان التفوق ديالهم لا دوليا خارج المغرب ولا داخل المغرب. كنتمنوا هذه البدايه، هذه النسخه الاولى، وان شاء الله النسخه الثانيه اللي غتكون على صعيد الجهه كامله باذن الله. وشكرا للحضور ديالكم والدعم ديالكم، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الحمد لله قدرنا اننا نتوفقوا في هذا العمل، هذا العمل الديني، بحيث اننا مجموعه من جمعيات المجتمع المدني قمنا بواحد النشاط اللي هو حفل ديني، بحيث كانوا الاقصائيات اللي شاركوا فيها 95 متباري. لجنة التحكيم اختارت منهم 35 متباري اللي دازوا النصف النهائي، ومن ثم اختاروا ايضا في النصف النهائي 15 المتباري ايضا اللي غادي يتباروا على النهائي. وكيف ما كتشوفوا ان الحضور الكريم ها هو موجود، ونتمنوا من الله ان كل شيء يدوز على خير وبخير. وهذه دوره اولى، وحنا ان شاء الله غنستمروا في هذا العمل على مدى السنوات القادمه في كل شهر، من في كل شهر رمضان ان شاء الله. وكنتمنى التوفيق للجميع، والله يوفقكم وشكرا. فنسال الله سبحانه عز وجل على هذا النجاح، وهذا النجاح ديال الابناء ديالنا كنهديوه لسيدنا الله ينصره. نسال الله سبحانه عز وجل ان يحفظه في شعبه وفي وطنه. نسال الله سبحانه عز وجل ان يوفقكم انتم جميعا كجمعيات وهذا الطاقم الاداري والجمعوي. نسال الله سبحانه عز وجل لهم السداد والصلاح، ونسال الله سبحانه عز وجل ان يجري الخير على ايديهم اينما حلوا وارتحلوا. كيفاش دازت المسابقه في الاجواء ديالها من البدايه؟ الحمد لله. المسابقه كانت في احسن الظروف، في الحقيقه في احسن الظروف. المسابقه كانت فيها المصداقيه الحمد لله، واللي داز عن جداره واستحقاق. بالنسبه للحفاظ يعني داك الشيء اللي كاين هو هذاك، وبالنسبه للقواعد التجويد والحمد لله راه كيستحقوا هذا من الفائزين. التوجيه في الحقيقه خصهم يجتهدوا ويحرصوا على الحفظ. والقران
القرآن في الحقيقة ما عندوش دائما وأبدا مسابقة، عنده مسابقة في الدنيا ومسابقة في الآخرة، وخصهم يحرصوا على التلاوة دائما وأبدا على طول السنة. جمعية نصر الخير اللي كتسهر وكتنظم هذه المسابقة، مسابقة جويد اللي تحت إشراف المجلس العلمي لمدينة سلا. كتنظم جمعية نصر الخير بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني هذه المسابقة ديال القرآن الكريم. هذه المسابقة جات فكرة ديالها كجمعية ديال المجتمع المدني باش يتوجوا بعض سميتوا بعض مجودين القرآن الكريم هما أطفال، يعني تمت المشاركة ديال 14 سنة لتحت. كانت في الأول كانت إقصائيات، إقصائيات الأولى كانت في حي الرحمة، في تكوين ديال حي الرحمة، ثم بعد ذلك تأهل 32 طفل، الآن في النهاية تأهلوا 15 طفل اللي غيكون منهم تقريبا 3 اطفال اللي غيفوزوا معنا بالمرتبه الاولى والمرتبه الثانيه والمرتبه الثالثه. الحمد لله كنشكروا الحضور وكنشكروا المشاركين وكنشكروا الصحافه اللي كتغطي الحدث هذا، وبصفتي كرئيس جمعيه نصر الخير كنقول لهم مرحبا بكم في هذا المصلى، مصلى الكفاح.